ساعات طويلة بين صعود ونزول الجبال الأوغندية قضاها ملتقط صورة الغوريلا كيباندي لحظة إغلاق عينيها تحت زخات المطر، لحظة لكائن مهدد بالانقراض حصد معها المصور الكويتي المركز الأول في المسابقة العالمية لتصوير الحياة البرية. أمر لم يكن سهلاً على معظم المصورين الذين يخوضون غمار التجربة في الغابات والجبال الوعرة. اي واحد يروح اي مكان في حياه بريه احنا نقول هذه حياه بريه، احنا بغابه ما بحديقه حيوان، فلازم يمتثل حق الشروط الموجوده لسلامه الانسان نفسه، مثلا ما ينزل بمكان ممنوع النزول فيه مثلا، ثاني شيء يحرص على انه تكون عنده المعدات الصحيحه، والمعدات حق الحياه البريه غالبا تكون مكلفه، فهذه شوي احد العقبات، انا دائما اقول حق المصورين اخذ لك شيء مستعمل ما عندك مشكله بس انك تبدا فيه. المعرض العالمي لصور الحياة البرية المنبثق من متحف التاريخ الطبيعي في لندن يعرض هنا لأول مرة في الكويت، فهو يأتي ضمن فعاليات شهر تم تخصيصه للعلوم، وهو فكرة لنحتفي فيها بالعلماء وبالعلم في دولة الكويت ونستعرض المشهد العلمي لدولة الكويت، بحيث أن كل المراكز تقدم أنشطة وفعاليات للأطفال والأسرة وللمجتمع تحبب في العلوم وترغب في العلوم، لأن في نفور وفي ابتعاد عن العلوم بشكل عام، فنحاول أن نقدم صور من الشباب والشابات الكويتيات من المشتغلين بالعلم يكونون قدوة للجيل الناشئ. تفاعل واسع مع ما يعرض في الكويت من صور عكست قصصا حية من حول العالم، والجماهير على موعد أيضا مع ورش علمية أخرى من بينها التدريب على تصوير الأحياء البرية. رسالة المركز العلمي نهتم احنا بالجانب العلمي والبيئي، وحرصنا يكون هذا الشهر علمي كامل، الأطفال والجمهور والزوار يقدرون يزوروننا يتعلمون ويستفيدون بطابع غير طابع الدراسة، انه بمكان علمي سواء بالأكواريوم سواء بالورش العمل اللي مسوينها سواء بالقاعة استكشاف وسينما آي ماكس، كلها تتكلم عن العلوم مبسطة ويعني بروح مرحة للجمهور. عناوين عدة لفعاليات شهر العلوم أعلنت عنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومراكزها إحياء لمشهد العلم في البلاد بين الأسر ومختلف الأجيال. إقبال أحمد، سكاي نيوز عربية، الكويت.